بقول لك يا فريد، هو لما حد يموت بيقول الراحل كذا ولا بيقول اللي مات توفى ولا مش عارف ايه؟ انت عبيط يا ابني ولا ايه؟ طبعا يعني مثلا بينادوا في الميكروفونات بيقولوا توفى لرحمة الله تعالى الراحل فلان الفلاني وصلاة الجنازة هتبقى كذا. طبعا يا ابني انت ازاي متعرفش التفاصيل دي؟ طب لما مثلا حد بيروح يقعد على كافيتيريا ولا كافيه بيقول له مثلا انا قاعد على كافيتيريا ولا قاعد على قهوه ولا قاعد على ايه؟ مالك يا ابني فين؟ انت محسسني ان انت اول مره تنزل الدنيا، وانت نزلت من بطن امك جيت عليا ولا ايه؟ يعني على حسب، في مثلا ناس بتقول لك ايه انا قاعد على كافيه، قاعد على قهوه، على كافيه، كافيتيريا كده، قصدي يعني يقول له ايه طب كانت سخنه ولا كانت بارده، والاستظراف اللي انت فاهمه ده صح ولا لا؟ اه انت كده بتستظرف بقى، وانا شكله اقول لك خد بعضك غرفه ده يطلع بره. طب بص يا فريد، انا هسألك سؤال محيرني، كل ما اسأل حد ما يعرفش يجاوبني، جاوبني انت. اسأل وخلصني. دلوقتي يا فريد مثلا انا رايح اشتري ريحة او اي عطر من المحل اللي هو بيبيع برفان والكلام ده، هل بقى اقول له انا عايز ريحة ولا عايز عطر، ولا اقول له ان انا عايز كولونيا، اقول له انه فيها؟ انا مش عارف الصراحة، انت ممكن تجاوبني يا راجل؟ يعني انت مش عارف لما تروح تشتري ريحة لنفسك تقول له انا عايز بيرفان ولا كلونيا؟ انت يا ابني عبيط يا ابني، هو كل واحد على حسب لغته، على العموم الاتنين واحد عامة، بس في مثلا ناس تقول لك ايه عايز ريحة عايز كلونيا، كل واحد وليه طريقته بقى، صوابعك الخمسة مش زي بعض اكيد. لو انا مثلا يا عم معايا مكالمة وحد بيكلمني اقول له ايه؟ اقول له استنى انا معايا تليفون ولا استنى انا معايا مكالمة؟ هو ممكن يحسبها غلط يقول لك ده تليفون ده اللي هو العادي اللي احنا بنمسكوه، انما مكالمة دي يعني حد بيكلمني صح؟ المفروض اقول له ايه بقى؟ يا نهار اسود، هو انا ابني اللي علمك تتكلم ولا ايه؟ ايه معايا تليفون ولا معايا مكالمة؟ ده ما اي زفت حد يكلمك اقول له مؤاخذة انا معايا تليفون معايا مكالمة، ما الاتنين واحد، يعني ايه الفرق؟ انا مش عارف. ولا انت هتجنني ولا انت شكلك لما في النملة تعدي هتقول لي فريد النملة دي دكر ولا انتايه؟ انت عبيط ولا؟ امشي غرفي ده هيطلع بره. ليه كده بس ليه؟ انت قفش عليه كده يا فريد، انا بضحك معاك بس يعني حابب عشان خاطر عارف مش عارف حبيت على اسئله وانت بتقولهم لي. بقول لك ايه، انا مش عايز اعرفك تاني بعد القعده دي، خد بعضك غرفة ده.